وانا قلت لكم مش هنزل، مش هنزل ابدا غير لما تفتحوا لي الخزنه، والا قسما بالله القنبله انا حاططها لكم قدامكم اهي، هخليها اتعد واشغلها، بس لو محدش فتح لي الخزنه ويلا نفرقع ونموت كلنا، مش عايزكم تفضلوا كده باصين عليا من تحت. انا قلت لكم الحاله الوحيده اللي مش هتخليني استخدم القنبله هي انكم تفتحوا لي الخزنه اللي ما بتتفتحش دي وتقولوا لي رقم السري. يا فندم الموضوع خرج عن السيطره وبقى يخنق، المشكله كده فعلا انه ممكن يستخدم. وحضرتك بتعمل ايه؟ اسكت دلوقتي، مفيش غير حل واحد وهو ان هكلم القوات الخاصة. لحظة، وهو حضرتك بتكلم القوات الخاصة ليه يا فندم؟ القوات الخاصة هتعمل حاجة؟ ما احنا موجودين اهو، ليه نكلم القوات الخاصة؟ لاني خلاص انا فاض بي الكيل تماما، مش عارف اعمل ايه معاه، الشرطة ذات نفسها مش قادرة عليه، وزي ما انت شايف هو غبان ومتعصب على الاخر ومش عايزين يضايق اكتر من كده، والقنبله لو بدا يشغلها هتعد بالظبط 30 ثانيه وساعتها هتفرقع، لو فرقعت هتدمر نص المدينه كلها. انت اكيد واخد بالك من اللي انا بقوله صح؟ ودوت يعني استدعي ان احنا نكلم القوات الخاصه؟ ايوه القوات الخاصه هي اللي بتعرف في الحاجات دي اكتر مننا، لان الموضوع ما بقاش مجرم وبيسرق البنك وخلاص، ده بقى عايز يفرقع المكان كله. مش فاهم، طب والقوات الخاصه هتيجي تعمل ايه؟ ما هتقف زينا. مهتيالك القوات الخاصه بتعرف تتعامل بالطريقه اللي تناسب الموقف، زي ما انت شايف دلوقتي ده بيهددنا وبيهدد انه يفجر المدينه، وطبعا القوات الخاصه ليها طريقه معينه في التعامل مع الاشكال دي وهو ده تخصصهم، لذلك بقى اسمهم قوات خاصه. اللي انت شايفه وادينا مستنيين، هنشوف هيعمل ايه، هو دلوقتي زمانه جاي في الطريق لسه مكلمهم. وادينا مستنيين يا فندم. عمر اسمعني. عمر خير يا فندم اتفضل. في مهمة ودلوقتي بيستدعوا القوات الخاصة، المهمة ان في بنك مهدد بالانفجار ولو انفجر هيدمر معاه نص المدينة، والمجرم واضح انه مجنون على حسب كلام الشرطة، وهو بيهدد انه عنده استعداد يقتل اي حد ويفجر المدينة، حتى هيفجر نفسه، وده كله مقابل انه يفتحوا البنك ليه، وطبعا مش هينفع نفتح له الخزنة. وطبعا المطلوب مني هو؟ ايوه المطلوب منك هو انك طبعا هتروح وتقبض عليه وتجيبهن هنا بنفسك، ما تخليش الشرطة تاخد المجرم ده، المجرم دوت لينا احنا وبس، علشان ده مجرم واضح انه محتاج يتعامل مع القوات الخاصة علشان يتعلم الادب. حاضر يا فندم تحت امرك. بالظبط، شغل التايم ومعاك الساعة والوقت بتاعك، المهمة تخلص قبل الليل وتكون موجود هنا بدون اي خسائر وبدون اي اضرار زي ما انت متمرن. حاضر يا فندم. عايز يفجر المدينة، انا بجد مش عارف هو عقله فين، طب هو كده كده هيموت برضه هو كمان. ماشي، المهمة المفروض ان هي تخلص قبل الفجر. حلو جدا، زي الفل، ادينا قربنا نوصل وهنقف في الطيارة هنا اهو. واضح انه وصل، واضح انه وصل اهو. ماشي زي الفل، ودلوقتي انا جاهز عشان ابدأ المهمة. هي اهلا وسهلا. ازيك يا فندم، حضرتك انا اللي هو خالد من اسم الشرطة. وانا العقيد محمود. وطبعا احب اعرفكم عن نفسي، انا عمر بويكا من القوات الخاصة. انا سمعت ان هنا في مهمة واضح ان هي بانت، خلاص مش محتاج ان انا اشرح لكم اللي سمعته. جايبين لي قوات خاصة وربنا لا يشوفه هعمل ايه؟ هو كده كده مش هيعرف يطلع ويفتح الباب، استحالة يطلع، الباب انا متربسه ويقفله على الاخر، ورينا هيطلع ازاي. لو فكر انه يقتلني ولا يعمل حاجة هدوس على القنبلة واخليها تعد لعد التنازلي وموت كلنا بقى وخلاص، هي موتة ولا اكتر. حضرتك هتعرف تتعامل مع الراجل ده؟ انا بس طالب منكم طلب صغير، هو انا بس عايز خريطة للبنك بكل تفاصيلها، حتى بكل فتحات التهوية اللي موجودة في البنك. فتحات تهوية؟ ليه عايز فتحات تهوية؟ علشان حضرتك انا متمرن على ده، انت ممكن تكون فاكر ان دي حاجه ملهاش لازمه، ولكن صدقني كل حاجه مهمه جدا. انا هجيب لك خريطه بكل حاجه في البنك. بالله عليك ارجوك يا فندم، مش عايزين اي اضرار، ها مش عايزين اي مشاكل، لانه لو القنبله دي اتفرقعت هيفرقع معاها نص المدينه. صدقني ما تقلقش، انا اتعاملت مع ناس دي كتير، وده واحد من 100 اتعاملت معاهم قبل كده، وصدقني الموضوع ده والتافه وهنعرف نمسكه. ربنا يطمنك، ادينا معاك دلوقتي. حضرتك ناوي تعمل ايه؟ هي ديت الخريطه بتاعت البنك كلها. انا شايف ان هي معقده على الاخر. لا بالعكس، في فتحه تهويه هيت موجوده، وطبعا اول ما هخش فيها هطلع على طول على المجرم في لحظه. ها لحظه ازاي؟ هتخش ازاي من فتحه التهويه اصلا؟ على فكره فتحه التهويه الفتحه بتاعتها موجوده من تحتينا على طول، يعني من الحته دي المفروض هنزل الميه وساعتها انا هخش على طول، هو دوت اللي موجود بالظبط في الخريطه اهو. وهتقدر تعمل ده حضرتك؟ يعني هتقدر تخش من تحت كده من عند البسين
وساعتها تطلع من فتحة التهوية الموضوع صعب، بل بالعكس مستحيل. هو دوات اللي احنا تمرنا عشانه، وعشان كده بقى اسمنا قوات خاصة. هي بالظبط 5 دقايق وان شاء الله هيكون المجرم دوات تحت ايدينا. ها؟ 5 دقايق؟ يا ماما ايه الرعب ده؟ ازاي؟ شغل الويتش تايم وشوف هنعمل ايه. هتعمل ايه؟ هتنطي من دلوقتي ولا ايه؟ ايوه. ربنا معاك. طب محتاج مننا اي حاجة؟ شكرا، مع السلامة. ماشي زي الفل. المفروض ان كان في مكان هنا بالظبط. ايوه هو دوت المكان بالظبط اللي كان ظاهر في الخريطة. ماشي، هو ده نفق التهوية، والمفروض انه يطلعني على طول على البنك عند مكان الخزنة عند المجرم على طول. ماشي، المفروض امشي منين؟ في مكان هنا وفي مكان هنا. ايوه دي فتحة التهوية زي ما كنت عامل حسابي. المفروض ان دي بالظبط فتحة التكييف اللي بتدخل الهواء، وهو طبعا عمره ما يتوقع ان حد يجي من هنا، ولكن لازم اكون جاهز، وطبعا اكون محضر المسدس بتاعي علشان ما يعملش اي حركة متهورة. ماشي، هنعد من 1 لـ3 ونخش على طول. معقول انا يخلوني افرقع نفسي ولا ايه؟ الناس المجانين دول مش عايزين يفتحوا الخزنة ليه؟ دي فلوس وخلاص، فلوس. هيقولوا لي على طول الرقم السري كذا كذا كذا، انا ساعتها اخد الرقم السري وافتح الخزنه واخد بعضي وامشي. انا بصراحه مش عايز استخدم القنبله ولا فرق عن نفسي، دول ناس مجانين. ده كله ساكتين ليه؟ ما يلا بقى قولولي الرقم السري ايه. 0001. ايه؟ لحظه، مين اللي بيتكلم؟ يا ساتر يا رب، انت دخلت ازاي؟ وبعدين لحظة، انت متأكد ان هو 0001؟ سلم نفسك وإلا صدقني انا مش هتردد لحظة ان اضرب الطلقة في دماغك، لان انا كده كده قوات خاصة، وصدقني مش هتحاسب خالص ان انا اضرب واحد زيك، ويعتبر كده كده انت كنت بتهدد المدينة. فبالذوق وبالأدب سلم نفسك وتعالى معايا، وإلا قسما بالله هديك طلقة في نص دماغك على طول. لا على ايه، انا هاجي معاك احسن. بس انت دخلت هنا ازاي؟ ده بس اللي انا عايز اعرفه. مش شرط تخش من الباب، في اماكن كتيره ممكن اجيلك منها. بقى كده جبتلي قوات خاصه وكل ده عشان ايه؟ علشان حبه قروش موجود جوا في البنك؟ كانت كل قرف. انا جاي معاك، خلاص ما تموتنيش. وطالما طيب انت مش قد السرقه ومش قد انك انت تموت نفسك وتفرقع بالقنبله وسط المدينه كلها، بتقول ده كله ليه؟ يلا بينا. لا فعلا ده 5 دقايق، 5 دقايق بالظبط. انا مش عارف اقول لك ايه والله. شكرا ليك. شكرا ليك جدا على انقاذنا، وشكرا ليك جدا على اللي انت عملته ده. انتوا فعلا قوات خاصة مختلفة تماما عن اي حد. عفوا، وفي اي وقت برضو هتلاقوني موجود في الخدمة. انتوا طبعا معاكم رقم القوات الخاصة، وفي اي وقت ممكن تخلوني اجيلكم لو في مشكلة. شكرا ليك. اما انت يلا روح بقى، حظك. عارف لو كنت سمعت الكلام وسلمت نفسك لنا كنت هتتحبس عند الشرطة، وطبعا الشرطة اهون. لكن دلوقتي انت هتروح معهم عند القوات الخاصة. يا ويلك وسواد ليلك، ده انت هتشوف من اللي ما شفتوش. الله يسامحكو. يلا انا هركب، وديني يلا مشيني. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يلا بينا دلوقتي علشان اوديك عند السجن. صدقني لو كنت سلمت نفسك ليهم كان ارحم لك بكتير، لكن انت دلوقتي هتشوف عندنا حاجات فعلا من اللي عمرك ما شفتها زي ما قالك. انا مش فاهم، ما تخلوني اسرق البنك وخلاص، ده انتوا متعبين قوي. الليل والليلة دي كلها والزحمة دي، كل ده عشان ايه؟ علشان ما تاخدش حاجة مش حاجتك، علشان لو ادينا لك فلوس وسبناك طبعا انك انت تسرق كل الناس هتعمل زيك بالظبط. فاهم حاجة ولا مش فاهم؟ الله يسامحكوا بقى، ايه القرف ده؟ الله، هو انت هتعملوا فيا ايه؟ هتتعذب عذاب ما شفتوش قبل كده، علشان انت بتهدد انك هتفجر المدينه. يلا عمر سيبني معاه. وصحي كمان، انت ليك اجازه. ها ليك اجازه، والاجازه ديت لمده اسبوع علشان انت اتميت المهمه على اكمل وجه. شكرا ليك يا فندم. العفو. يلا سيبني دلوقتي علشان اكهربه براحتي، هستخدم الكهرباء معاه. ها لا 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 لا، اتوصى بيه. ماشي، مع السلامه يا فندم. لا لا. انا دلوقتي كده جاهزه، انا كده جاهزه يا عمر. يلا بينا بقى عشان نخرج ونتفسح. ايه ده لحظه، وانت لسه ما غيرتش؟ انا افتكرتك غيرت يا عمر. انت هتفضل لابس كده ولا هتخرج معايا كده ولا ايه؟ ايه الاسلحه اللي في جيبك دي والهدوم دي يا عمر؟ انت اكيد مش هتخرج معايا كده صح؟ عارف طبعا اكيد مش هخرج معاك كده، وصدقيني انا ديها بالظبط، بس هتلاقيني جاهز ديها بالظبط وتلاقيني لابس. بس قلت اسالك الاول، هل اجي بالبدله والجو ده ولا اجي بهدوم العاديه؟ لا يا عمر، تعالى باي حاجه، بس ما تجيش بهدوم الشغل، لان الهدوم دي حرفيا بحس ان ايه، ان ما ينفعش اخرج معاك بيها. شخصيتك بتبقى متغيره خالص وانت لابسها. انا فعلا شخصيتي بكون متغيره خالص وانا لابسها، بس اكيد مش معاكي. انت عارفه يا سلمى، انت حاجه تانية خالص. ماشي، لو حاجه تانية خالص بقى بجد وانت بتحبني فعلا، يبقى يلا بينا عشان نخرج عشان احنا كده اتاخرنا. حاضر يا سلمى، ديها بالظبط وتلاقيني جاهز. لا بجد انا مش عارفه اقول لك ايه، انت طلعت رومانسي خالص يا عمر. مش متصورة ان جوزي اللي انا كنت متجوزاه السنين دي كلها يطلع رومانسي بالشكل ده. سلمى صدقيني انا من زمان وانا نفسي اعمل لك المفاجأة ديت،
بس انت عارف ان انا ما كنتش عارف اخد اجازه خالص من الشغل. واديك اخدت اجازه يا اخويا، انت عارف الخروجه اللي انت مخرجها لي دلوقتي دي انت كنت متفق معايا عليها قد ايه؟ عارف كنت متفق عليها معاكي بقالي كتير قوي، بس انت عارف انه غصب عني صح، وانت اكيد برضو مسامحاني علشان هو اتنفست وعدي وخرجتك، ودلوقتي كل حاجه مشيت زي الفل صح؟ ايوه طبعا يا عمر، وبعدين حتى لو ما كنتش خرجتني صدقني مش هزعل، انا عارفه ان انت شايف شغلك، وطبعا شغلك عمره ما يخليك ابدا تاثر معايا، بس انا عايز اسالك سؤال. خير اتفضلي اسالي. شغلك ده يا عمر مش خايف في مره تروح وما ترجعش؟ ومش خايف ان انا يعني بعد الشر عليك طبعا يا عمر يا حبيبي، بس مش خايف ان مراتك تبقى حزينه عليك لو انت ما رجعتش في يوم من الايام؟ انت قوات خاصه. شوفي شوفي الصراحه انا دايما بروح وانا عارف ان انا في اي وقت ممكن ما ارجعش، بس اعمل ايه، هو ده شغلي، ويا ريت بتغير السيره دي. عمر انت مش بتخاف خالص؟ انت مش بتخاف؟ مين اللي قالك كده؟ انا ممكن اكون باين ان انا مش بخاف وان ما يكونش عندي نقطة ضعف، ولكن صدقيني عايزك تعرفي ايه، حاجة بصراحة دايما بكون خايف منها، ودايما بصراحة بكون مرعوب منها. ايه ده في ايه؟ عمر انا ما اقصدش انكد عليك، مالك قلبت فجأة ليه كده يا حبيبي؟ عشان انت بجد فاكرين ان انا مش بخاف؟ عايزك تعرفي ان على طول بخاف من ان اخسرك، خايف في يوم من الايام ارجع وما الاقيكيش، ودايما برضو بخاف ان الشغل دوت ممكن ياثر عليكي باي ضرر، هو دوت اكتر حاجه بخاف منها. عمر ما تخافش صدقني، انت طول ما انت جوزي فانا بحس بامان، وعايزك ما تخافش عليا، زي ما انت عارف ربنا بيدبر لنا امورنا وان شاء الله مش هيحصل لنا شر ابدا. يا رب يا سلمى يا رب. جسمي ليه عملتوا فيا كده؟ انتوا عارفين اللي انتوا عملتوه ده هيوديكوا في داهيه. بس الزعيم ما سمحلكش انك تتكلم. اسمع، ممكن اديلك حريتك واديك فرصه انك تكمل حياتك، ولكن بشرط واحد، تقول لي فين اخويا. اخويا كان عايز يسرق البنك، وانا قلت اخليه يعتمد على نفسه، لان عارف ان الشرطة عبيطة ما بتعرفش تعمل حاجة، ولكن اتفاجئت ان الشرطة قبضت على اخويا. رد بسرعة وقول لي فين اخويا. اخوك مش هقول لك ابدا. مش هتقول لي اخويا فين؟ يبقى تفضل تتعذب لحد ما تنتهى وتقول لي فين اخويا. اتعذب تاني اكتر من كده ايه؟ اقتله يا بوس. لا ما تقتلوش، هو هيتكلم زي الشاطر، ده راجل عجوز، يعني المفروض ان كام يوم ما يسيب الشغل. رد بقى يا عم انت ما تتعبناش، فين اخويا؟ والا قسما بالله اقتلك. اخوك حبست القوات الخاصه. مين الضابط اللي حبسه في القوات الخاصه؟ اسمه ايه؟ مش هينفع اقولك. بيقولك هيقتلك ولو قلت هيسيبك، انت عبيط ليه؟ ما تقول. ما ينفعش، انا كده بأذيه. وخايف عليه ومش خايف على نفسك؟ ما انت كده هتأذيه وكده هتأذيه، لان في كل الحالتين هيتأذي، وانت كمان هتتأذي لو ما قلتش. حاضر خلاص. اللي حبسه وخده معاه واللي عمل المهمة دي ضابط في القوات الخاصة اسمه عمر بويكا. عمر بويكا، تمام. الاسم ده سمعته فين قبل كده؟ ده من اشهر قوات الضباط الخاصة، سمعت اسمنا كمان برضو يا بوس. تمام، انا هعرف اجيب رقمه ازاي، واعرف اخليه برضو يطلع اخويا ازاي. مصدقني ده مختلف عننا، ده مرعب، ده شخص مخيف ملوش نقطه ضعف. بس اسكت، مفيش حد في الدنيا ملوش نقطه ضعف، انا ذات نفسي ليا نقطه ضعف وهي اخويا، علشان كده انا غضبان ومش هسكت الا لما اخويا يرجع، وعندي استعداد اقتل واسرق وافجر واعمل كل حاجه تيجي على بالكو تجيب ضرر للمدينه لحد ما اشوف اخويا. انا معاك يا بوس. عارف انك معايا، ودلوقتي هات لي رقم عمر بويكا. حاضر تحت امرك. انا بجد مش مصدقه، خرجتني النهارده واكلتني برا، وكمان جاي تسهر معايا برضو على التلفزيون؟ يا نهار ابيض، انا خايف احسدك يا عمر. شفت، مش قلت خايف احسدك؟ لا ابدا، انا معاكي. ايوه انا معاكي، حتى حصل في الفيلم الاخير ان الحكومه قبضت عليه. عمر ده الفيلم الثاني، انا دلوقتي في الفيلم الخامس. ايوه انا معاكي، ما برضه بصراحه بص مفيش حد بيتفرج على 5 افلام مره واحده، هو نص فيلم وبكمل نوم، عمري في حياتي اصلا ما كملت فيلم على بعض. عادي عمر خلاص اطلع نام. ايوه ما انت كده هتزعلي، ما انا لو كده طلعت نام انت هتزعلي وتصاري لوحدك. لا يا عمر كتر خيرك، شكرا والله العظيم على ان انت عملته معايا، انا بجد
رب كنت مفتقدك جدا مع انك جوزي وعايش معايا بقالك كتير، ولكن ما كنتش بتقضي وقت معايا زي النهارده، وطبعا اديك قضيت وقت معايا زي الفل. وان شاء الله يتعود صدقيني، بس انا هطلع عشان عايز انام، وان شاء الله برده بكره هخرجك عشان انا كده كده اصلا عندي اجازه اسبوع. ماشي اخرجك بكره واوديكي، ايوه هوديكي نعمل هنا كامبينج. ماشي هوديكي نعمل هنا كامبينج في المدينه وهنخرب الدنيا. ماشي ماشي يا عمر، يلا اديني مستنيه بكره ان شاء الله، انا هسهر شويه. ماشي يلا تصبح على خير. اخ يلا بينا نطلع ننام عشان بصراحه انا اموت وانام خالص ومسقط تماما. لحظه مين اللي بيرن عليا في الوقت ده؟ استحاله طبعا يجي لي مهمه ابدا طول ما انا في الاجازه، علشان في غير كتير برضو، في غيري في القوات الخاصه. لحظه انا واخد اجازه اسبوع. الو الو، هو ما حدش بيرد ليه؟ الو مين معايا؟ الو اهلا وسهلا. الو حضرتك مين؟ انا سعلوك. مين سعلوك؟ انا مش مسجل الرقم ده ومعرفش حد بالاسم ده. انا ليا حاجه عندك مهمه جدا، والحاجه ديت لو ما رجعتليش خلال 24 ساعه فقول على نفسك يا رحمن يا رحيم. لحظه انت بتهددني في تليفوني وانت غبي؟ وبعدين انت عارف انت بتكلم مين ولا لا؟ عارف، عمر بويكا من القوات الخاصه. ايوه طب ما انت عارف اهو. وبعدين لحظه انت جبت رقم منين؟ ليه يا حبايبي كتير، هديك 5 مليون روبوكس وتطلع اخويا من السجن اللي انت سجنته امبارح اللي كان بيسرق البنك، واعتبر نفسي ما حصلش حاجه ونرجع حبايب. اوه ماي جاد، لحظه هو انت عارف منين الراجل اللي انا سجنته امبارح ده؟ اخويا. ايوه يعني انت شكلك مجرم زيه. ايوه اكتر منه. يبقى المفروض برضو تكون جنبه في الحجز صح، ولا انت عايز ايه بالظبط؟ عايز يعني تروح جنبه وتتحبس بالمره؟ لا انا عايزه يطلع. طب ازاي اقنعني؟ انا فاكرك بتكلمني يا عم عشان تتحبس معاه، وصدقني كنت ابعت لك حد يجي ياخدك من عندك ويوديك على طول في السجن وتقعد جنبه في السرير اللي فوقيه على طول. انت هتهزر معايا؟ انت اللي هتهزر معايا. اسمع انا مفيش حد يهددني ابدا، وكمان هعتبر نفسي انك ما كلمتنيش حلو، لكن صدقني انت لو وقعت في ايدي او لو في مره لقيتك عملت اي حاجه في المدينه بتضر بيها، صدقني هلبس لك لبس القوات الخاصه وهاجي عندك وهزعلك. تزعلني انا؟ امال ازعل مين؟ ازعل اخوك؟ ما هو كده كده زعلان، وانت دلوقتي بتكلمني فدع انه يكون عايش، لانه دلوقتي بيتعذب عذاب في السجن ما تعذبوش انسان قبل كده. هزعلك؟ هتاخد مني حاجه بحبها؟ هاخد منك حاجه بتحبها؟ اوعى تتعصب جامد علشان ما يطقلكش عرق. يلا وتصبح على خير. اخ ايه العبط ده؟ واحد بيهددني قبل ما انام وبيهدد واحد وهو عارف ان هو من قوات الخاصه، ده عبيط ده ولا ايه يا جماعه؟ لا بجد انا ما شفتش كده قبل كده. اخ السرير والمخده والنور الخفيف في الاوضه ونسمه هوا جميله بتطلع من الشباك يخلوك عايز تروح في النوم. اوه ماشي، واضح ان الصبح طلع، ولكن لحظه هي فين سلمى؟ المفروض ان هي كانت تكون نايمه. لحظه معقوله انت لسه صاحيه يا سلمى؟ واضح ان هي دلوقتي بتعمل الاكل. لحظه ده برضو المكان زي ما هو. سلمى سلمى لسه بتتفرج على الفيلم. سلمى ها هي سلمى. سلمى انت كويسه؟ سلمى رد عليا. سلمى بالله عليك ردي، بالله عليك ردي عليا بسرعه، انا بسرعه لازم اوديها المستشفى. سلمى سلمى ردي ردي بالله عليكي. بص يا استاذ حضرتك، انا مش عارف اقول لك حاجه غير البقاء لله، ربنا يرحمها. دلوقتي ممكن حضرتك تطلع لها تسريح الدفن، وتسريح الدفن ينفع تطلعه من هنا عادي. لحظه دكتور، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت طبعا بتهزر صح؟ هي عايشه، هي شكلها مغمى عليها اصلا، هي مفيش حاجه حصلت لها اكيد. انت بتقول يا دكتور؟ انا عارف ان الصدمه شديده، ولكن هي توفت عن طريق القصد، يعني ماتت عن عمد. ازاي ماتت عن عمد يا دكتور؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا شايف علامات في رقبتها، ماتت مخنوقة، اللي قتلها قتلها مخنوقة يا استاذ. لا يا دكتور، لا 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 بالله عليك، لا لا انا ما عنديش غيرها، انا ماليش غير سلمى، انا سلمى اللي بقالي في حياتي، هي نقطة ضعف يا دكتور. بالله عليك اعمل اي حاجة، اعمل لها طيب انعاش، اي حاجة بالله عليك يا دكتور. انا عارف ان الموضوع صعب، ولكن تقبله ودور على القاتل، لان زي ما قلت لك هي اتقتلت على فكرة. مع السلامة يا استاذ. لا يا دكتور، لا 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 لا، سلمى سلمى بالله عليك قوم اصحى يا سلمى، انا متأكد انك سمعاني، انا كنت موعدك ان احنا انا كنت موعدك ان افسحك النهاردة، وهنام النهاردة هنعمل النهاردة كامبينج. قومي بالله عليك، انا كنت موعدك بده، انت اكيد بتمثلي عشان اهتم بيك اكتر صح؟ ايوه ايوه عرفيني، انت اكيد بتمثلي عشان اهتم بيك اكتر يا سلمى، ارجوك اصحي.
اصحى يا سلمى، بالله عليكي بالله عليكي قوم اصحي. ربنا يرحمك يا سلمى، ربنا يرحمك. صدقيني انا مش هتجوز ابدا بعديكي، انا مش هتجوز ابدا بعدك، وهتفضلي دايما معايا، انت في قلبي على طول يا سلمى. بس انا مش فاهم مين اللي قتلك. ما اعتقدش ان حد عمل حاجه، لان انت كنت قافله باب الشقه بالترباس. انا فاكر، ايوه انت قفلت باب الشقه، فما اعتقدش ان حد ابدا هيخش البيت. الو، ايه البقاء لله. انا بس قلت كده، دي بدايه ان انا ابعد حد يخنقها ويموتها من غير حس علشان انت تصحى مصدوم. وعلى فكره كنت ممكن برضو ابعد حد علشان يقتلك بالمرة، ما انت كنت في نفس البيت، بس بقفل الباب بالترباس علشان ما تنساش، وحد برضو ممكن يجي يعمل فيك زي ما عمل فيها ويقتلك. اي خدمة، حرمتك من مراتك وقتلتها. صدقني لو ما جبتش اخويا احرمك من ناس كتيرة، وممكن احرمك من نفسك انت راغب. اسمع، انت فتحت عليك نار جهنم. انت مش عارف انت لعبت مع مين. سلمى حقها يجي، وصدقني اللي انت عملته ده اكبر غلطة في حياتك ممكن تكون عملتها. حق سلمى هيجي، لان هي كانت متجوزة راجل يقدر يجيب حقها. صدقني انت لعبت في حداد عمرك. اسمع يا عمر، الطريقة ديت مش هتجيب اي نتيجة. انا عارف ان مراتك ماتت، ربنا يرحمها يا رب، ولكن صدقني في طريقة احسن. معلش يا فندم، بعد اذنك سيبنا نتعامل مع الموضوع ده براحتي. براحتك، اللي انت شايفه، ولو عايز كمان تعمل في اللي انت عايزه حتى لو هتقتله براحتك، انا هتفرج عليك من هنا. ماشي. هاي انت عايز ايه؟ وانت غبان ليه؟ ما كفايه تعذيب فيا بقى. لا ما تقلقش، انا المره دي مش هعذبك، المره دي انا هقضي عليك، ولكن هقضي عليك لو انت ما جاوبتنيش بسرعه على اللي انا عايزه. في ايه؟ انا عملت لك ايه؟ انا عملت لك ايه؟ ولا بسرعه، في مكان اخوك السعلوك اللي هو بيقول ان هو اخوك في مكانه. وانا قلت لك ما تاذيه. صدقني لو ما اذيتوش انا هاذيك انت. خلاص يلا بسرعه رد، والا انا فاضل لي دقيقه بالظبط واديك بالنار. لا بالله عليك، انا عايز اعيش. يبقى انت بسرعه. فين؟ هتلاقيه فوق المحكمه، فوق المحكمه، مستخبي هناك في مكان سري، في زرار في ظهر العمود، لو دست عليه هيفتح حيطه، الحيطه دي هتلاقيه فوق هو وشغل مع واحد بس هتسيب تعيش بالله عليك. ايوه هسيبك تعيش، ولكن مش في الحياه دي، في الحياه التانيه. لا 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 لا، ارجوك لا. عمر برضو مصر يقضي عليه براحته، اللي هو شايفه صح يعمله. موت. ها صدقني بالظبط، هنا في خزنه واحده موجوده في السلاح ده، والخزنه دي هتكون من نصيبك انت واخوك. وهو نصيبك جه فاضل اخوك، علشان اي حد يفكر انه يأذي مراتي اللي هي كانت نقطة ضعفي يبقى لازم هو كمان يموت. سلمى حقك كله راجع. انا اسف اني معرفتش احميكي، انا اسف اني بجد معرفتش احميكي، ولكن اول واحد من الناس اللي كانوا سبب في ان هم قتلوكي اهو ميت قدامه. ان شاء الله تبقي مبسوطة ان انا باخد حقك، علشان في ناس لسه هتموت. عمر لو محتاج مني اي مساعدة او محتاج دعم من القوات الخاصة. شكرا يا فندم، الموضوع دوت معايا انا وبس. ماشي، وانت طبعا معاك رخصة انك تقتل اللي يحاول يأذيك، وطبعا هم هيكونوا بيحاولوا يأذوك وهم اساسا أذوك، والدم يبقى بالدم. طب يا بوس، وانت تعتقد ان ممكن يكون عارف مكاننا؟ مش ده برضه قوات خاصة؟ يعرف مكاننا منين يا غبي؟ ما ينفعش يعرف مكاننا ابدا، لان احنا مستخبيين في حتة محدش يعرفها غيري انا واخويا وانت، وكمان تقريبا الضابط ده. بس كده الضابط ده استحالة يتكلم، انه بقى عنده فوبيا مننا. عندك حق فعلا، انا قتلتها زي ما انت قلت. جدع، وطبعا اخويا لازم يطلع. هيطلع بوس، هيطلع ما تقلقش. ماشي، هو بالظبط قال لي عند المحكمه، والمحكمه اهي، وقال لي اطلع الدور الثاني وهتلاقي عمود في زرار، مش عارف انهي زرار، هو لسه ما فيش اي زرار هنا، ولكن اكيد ممكن الاقي هنا. اهو في زرار اهو، وقال لي حيطه تتفتح زي الفل، واضح انه قال لي على كل حاجه وجاب بالظبط. هي اهلا. ايه هو؟ ايه ده؟ ايه ده بوس؟ ها ايه ده؟ ازاي ده؟ انتوا الاثنين كنتوا سبب في ان مراتي تموت، وانتوا معرفتوش انتوا كنتوا بتحاولوا تأذوا مين. انتوا بتلعبوا مع عمر بويكا، واحد من القوات الخاصة، ولما تفكروا تلعبوا مع حد يبقى بعيدوا عني تماما، ولكن اللي مات لازم تحصلوه. ايه ده؟ عرفت مكاني منين؟ احب اقولك على حاجة قبل ما تموت. عرفت مكانك عن طريق اخوك، وهو دلوقتي مات برضو. لحظة،
انت قتلت اخويا؟ لا مش معقول. ايوه قتلت اخوك زي ما قتلكوا دلوقتي. قلت لكم انتوا الاثنين فتحتوا عليكم مشكلة عمرها ما اتفتحت لكم قبل كده. المشكلة هي بقت موتكم، ان اي حد يفكر يأذي سلمى هو بمصير الموت. خدت حقك يا سلمى، خدت حقك وغطيت على الناس اللي كانوا سبب في موتك. انا اسف يا سلمى، اسف ان انت مت بسببي. واللي انت كنت بتقولهولي، انت كنت بتخاف من ايه؟ قلتلك اني بخاف ان افتقدك، وهو اللي انا كنت خايف منه حصل، وده برضو كان بسبب شغلي. ربنا يرحمك يا سلمى، ربنا يرحمك.